السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في نشرة الأخبار الرئيسية لهذا اليوم نستهلها بالعناوين. اختتام الدورة البرلمانية الاستثنائية الأولى لسنة 2015 بعد إقرار سلسلة مشاريع القوانين تنظم مجالات مختلفة. مجلس الشيوخ يصادق في جلسته قبل الأخيرة على عدد مشاريع القوانين تتعلق بحماية وترقية حقوق الإنسان. استمرار المفاوضات بين الكوريتين على أعلى مستوى بهدف إيجاد حل للأزمة التي أوصلت البلدين إلى شفير نزاع مسلح. مرحبا بكم مشاهدينا في تفاصيل هذه النشرة. اختتمت مساء أمس الدورة البرلمانية الاستثنائية الأولى لسنة 2015 على مستوى الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة. وقد أشرف على الجلسة الختامية على مستوى الجمعية الوطنية النائب الأول لرئيس الجمعية السيد المرابط البناهي. وقد تميزت هذه الدورة بالمصادقة على العديد من المشاريع، أبرزها تلك المتعلقة بحماية وترقية حقوق الإنسان في بلادنا. وفي خطاب ألقاه بالمناسبة، أوضح النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية السيد المرابط البناهي أن هذه الدورة تضمنت إقرار سلسلة مشاريع القوانين الهامة ستثري منظومتنا. نتابع فيما يلي خطاب النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة والسيدات الوزراء، السادة والسيدات النواب، أيها الجمع الكريم، ها نحن بفضل الله ورعايته نصل المحطة الأخيرة من دورتنا البرلمانية الاستثنائية الأولى لسنة 2015 التي مثلت علامة فارقة في العمل التشريعي خلال هذه الإنابة. ولإن كانت هذه الدورة لم تتجاوز الشهر الواحد وفق ما تقتضي الآجال الدستورية، فقد تضمنت إقرار سلسلة مشاريع قوانين مثلت بحق إضافة مهمة لمنظومتنا القانونية، وستكون لها آثار إيجابية كبيرة على مسيرة أمتنا ونظامنا القضائي وتنميتنا الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز علاقاتنا مع البلدان الشقيقة والصديقة. أيها الإخوة، لقد كانت الميزة الأبرز لهذه الدورة هي مصادقتنا على مشاريع قوانين في مجال حقوق الإنسان، شكلت خطوة جبارة في مسيرتنا نحو مجتمع العدل والمساواة وكرامة الإنسان. لقد مثلت هذه النصوص مناسبة أظهرتم خلالها التفافكم وإجماعكم حول القضايا الوطنية الكبرى وتشبثكم بالمصلحة العليا للبلد، حيث حرصتم على حضور اجتماعات اللجان الدائمة وإثراء النقاشات وتقديم مقترحات التعديلات، وصوتتم بالإجماع حين تعلق الأمر بقضايا لا ينبغي التخلف عنها. أيها الإخوة، رغم أهمية هذه القوانين، فقد حفلت هذه الدورة كذلك بالمصادقة على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2015 ومدونة التجارة وبعض اتفاقيات تشجيع الاستثمار المتبادل مع بعض البلدان واتفاقيات التعاون الثقافي والاجتماعي مع بلدان أخرى، وإقرار مشروع قانون سيمكن من تسوية وضعية آلاف العمال غير الدائمين. كما صادقنا على مشروع قانون توجيهي لمحاربة الفساد سيشكل إطارا قانونيا حاكما لجهودنا الرامية للوصول لدولة الحكم الرشيد. أيها السيدات والسادة، في الأخير أتمنى لكم عطلة برلمانية سعيدة تمكنكم من التواصل مع المواطنين في دوائركم الانتخابية والاطلاع على مشاكلهم وتعبئتهم حول هذه النصوص وشرح أهميتها، فبجهود الجميع ومساهمتهم ستبلغ هذه التشريعات مبتغاها وتحقق مقاصدها. وطبقا للمرسوم الذي تلي آنفا والمادة 53 من الدستور والمادة 56 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، أعلن على بركة الله اختتام هذه الدورة البرلمانية الاستثنائية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعلى مستوى الغرفة الثانية اختتم مجلس الشيوخ الدورة البرلمانية الاستثنائية الأولى لسنة 2015 بعد المصادقة على جملة من مشاريع القوانين. جرت وقائع الجلسة الختامية لمجلس الشيوخ برئاسة نائب رئيس المجلس السيد الحاج عبد البا وبحضور عدد من أعضاء الحكومة. وقد ألقى نائب رئيس مجلس الشيوخ بهذه المناسبة خطابا سلط من خلاله الضوء على مجريات هذه الدورة الاستثنائية. Monsieur le sénateur, nous voici arrivés par la grâce d'Allah au terme de notre première session extraordinaire. السادة الوزراء، السادة الشيوخ، ها نحن نصل بعون الله إلى نهاية دورتنا الاستثنائية الأولى لهذه السنة البرلمانية، بعد أن درسنا وصادقنا على عدد من مشاريع القوانين الهامة، منها ما يهدف إلى النهوض باقتصاد البلاد والرفع من مستوى عيش المواطنين، مثل مشروع القانون الذي يعدل ويكمل ويلغي بعض أحكام مدونة التجارة، مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2015، مشروع القانون المعدل لبعض أحكام النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، اتفاقيات التعاون الموقعة مع بعض الدول الشقيقة والصديقة، ومنها ما يتعلق بالقضاء على مخلفات بعض الممارسات القديمة والظواهر الاجتماعية الضارة، وتحقيق المزيد من العدل والإنصاف بين فئات المجتمع. نذكر منها على سبيل المثال للحصر مشروع القانون المتعلق بالمساعدة القضائية، مشروع القانون المنشئ للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، مشروع القانون المتعلق بمعاقبة جرائم الاسترقاق والتعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية. زملائي الشيوخ الأعزاء، إنني إذ أتمنى لكم عطلة برلمانية سعيدة، فإنني أدعوكم أن تقوموا خلال هذه العطلة بحملة لشرح وتعميم مضامين هذه النصوص في مختلف دوائركم الانتخابية. السادة الوزراء، السادة الشيوخ، تطبيقاً لترتيبات المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 19/5/2015، أعلن اختتام الدورة الأولى فوق العادة للسنة البرلمانية 2014/2015، والسلام عليكم. شكراً، ميرسي. نبقى في النشاط البرلماني، حيث صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء أمس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق بين بلادنا والأمانة الدائمة لمجموعة دول الساحل الخمس. وبموجب هذه الاتفاقية ترخص الحكومة الموريتانية للمجموعة بإقامة ممثلية لها في موريتانيا. كانت الجلسة ما قبل الأخيرة ضمن الدورة الاستثنائية التي استمرت زهاء شهر. خلال هذه الجلسة التي تولى رئاستها النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية السيد المرابط البناهي، صادقت الجمعية على مشروع القانون رقم 065 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق المقر الموقع بتاريخ 26 يونيو 2015 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والأمانة الدائمة لمجموعة دول الساحل الخمس. وخلال مداخلتها أمام السادة النواب، قالت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون السيدة فاطمة فالم التصوين التي مثلت الحكومة إن هذه الاتفاقية جاءت إثر اجتماع مؤتمر رؤساء الدول الخمس المنعقد في 16 فبراير بنواكشوط، والقاضي بإنشاء إطار مؤسسي لتنسيق ومتابعة التعاون الإقليمي لهذه المجموعة من خلال أمانة دائمة مكلفة بالتنسيق التقني مقرها في نواكشوط. وأضافت السيدة الوزيرة أنه بموجب هذه الاتفاقية ترخص الحكومة الموريتانية للمجموعة بإقامة ممثلية لها في موريتانيا تتمتع بالشخصية القانونية التي تتمتع بها المنظمات الدولية الحكومية، كما تتمتع أموالها وأملاكها بالحصانة القانونية ضد الإجراءات القضائية والإدارية. وأشارت الوزيرة إلى أن الاتفاقية تنص على أنه يقع على عاتق المنظمة أخذ التدابير اللازمة لتفادي كل استخدام للمقر ليتماشى مع القوانين والنظم المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مشيرة إلى أن الحكومة
تضمن حماية وأمن المقر وتنقلات الموظفين وعائلاتهم والخبراء والشركاء الماليين للمنظمة، وكذلك ممثلي الدول الأعضاء الذين هم في مهمة عمل. بدورهم ثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم هذه الاتفاقية من الناحية الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، مشيدين بالدور النشط الذي لعبته الدبلوماسية الموريتانية خلال الفترة الأخيرة، وطالب عدد من النواب بتفعيل وتوظيف علاقاتنا المتميزة مع مختلف الدول خدمة لتنمية. السادة النواب تلوا الفاتحة على روح الدبلوماسي الراحل محمد سعيد الهمودي الذي وافاه الأجل المحتوم أمس. بدوره صدق مجلس الشيوخ في جلسته قبل الأخيرة على عدد من مشاريع القوانين، نتابع تفاصيلها في سياق التقرير التالي مع الزميلة أمينة متيبة. 4 مشاريع قوانين تم نقاشها في جلسات علنية على مستوى مجلس الشيوخ. التأمت الأولى تحت رئاسة رئيس المجلس السيد محمد الحسن والحاج، وخصصت لنقاش مشروع قانون يتضمن المساعدة القضائية يلغي ويحل محل القانون رقم 05-2006 الصادر بتاريخ 25 يناير 2006 المتعلق بالمساعدة القانونية. بعد الاستماع إلى تقرير لجنة القوانين الدستورية والتشريع والاقتراع العام والنظام والإدارة العامة المتعلقة بمشروع القانون، تتالت مداخلات الشيوخ الذين شكر بعضهم الحكومة على اهتمامها بالقوانين التي كانت معطلة منذ 2006، متسائلين في نفس الوقت عن أسباب عدم تفعيل مشروع القانون إلى هذه اللحظة. وزير العدل الأستاذ إبراهيم والدادة رد على استشكالات السادة الشيوخ، وبين أن المساعدة القضائية تسمح في المادة المدنية لكل شخص طبيعي موريتاني مدعيا كان أو مدعا عليه، وذلك في كل مراحل إجراءات الدعوى، مبينا أنه سيكون هناك مكتب متخصص على مستوى كل ولاية للبت في موضوع المساعدة القضائية. وتنص المادة الرابعة على تشكيله كما تطرق إلى المصاريف وآثار منح المساعدة القضائية وطرق توقيفها واسترجاعها في بعض الأحيان. وبعد النقاش صادق مجلس الشيوخ على مشروع القانون المتعلق بالمساعدة القضائية، كما صادق مجلس الشيوخ على مشاريع القوانين الثلاثة الأخرى كل على حدة، وذلك خلال جلسات علنية تم تحت رئاسة نائب رئيس المجلس السيد الحاج عبد الباء. وتتعلق مشاريع القوانين بمشروع قانون ينشئ آلية وطنية للوقاية من التعذيب، وآخر يلغي ويحل محل القانون رقم 011-2013 الصادر بتاريخ 23 يناير 2013 القاضي بمعاقبة جرائم الاسترقاق والتعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية. مشروع قانون ثالث يلغي ويحل محل القانون رقم 048-2007 الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 2007 المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية. بعد قراءة لجنة القوانين لتقاريرها حول مشاريع القوانين الثلاثة، بدأ السادة الشيوخ مداخلاتهم وتمنوا مشروع القانون، وحثوا في نفس الوقت على التطبيق الصارم لمحتويات مشروع القانون الذي ينشئ آلية وطنية للوقاية من التعذيب. وفيما يخص مشروع القانون الذي يلغي ويحل محل القانون القاضي بمعاقبة جرائم الاسترقاق والتعذيب، فقد حث الشيوخ على مضاعفة الجهود لمحاربة هذه الظواهر المشينة ودعم الجهود التي تقوم بها الحكومة في مجال ترقية حقوق الإنسان. كما طلب بعضهم بالتركيز على تعليم أبناء الشرائح التي عانت من التهميش في السابق في خطوة تعكس التمييز الإيجابي وتجسد المساواة أمام القانون بين جميع أفراد المجتمع. وطالبوا الحكومة بتسريع تطبيق القوانين التي تمت المصادقة عليها في هذه الدورة. وزير العدل الأستاذ إبراهيم ولدادة خلال رده على مداخلات الشيوخ أكد أهمية هذه المشاريع الثلاثة، وقال إنها مشاريع اجتماعية وإن الحكومة تقف بالمرصاد أمام كل الممارسات الاستعبادية، وهي ترجمة واضحة للإرادة الصارمة لرئيس الجمهورية. وأشار الوزير إلى أن كل مشاريع القوانين المقدمة من طرف الحكومة تعتمد في أساسها على الأسس الشرعية النابعة من شريعتنا الإسلامية التي هي مصدر قوتنا، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على دمج الشرائح التي عانت من التهميش في السابق، وأنها أي الحكومة ستقدم مشروع قانون يتعلق بالتمييز الإيجابي في المستقبل القريب. وهكذا يكون مجلس الشيوخ قد صادق على مشاريع القوانين الأربعة.
احتضنت بلادنا خلال الأيام الماضية ندوة دولية حول ظاهرة التطرف وسبل مواجهتها انطلاقا من المقاربة الموريتانية. وفي ختام هذه الندوة نظم المشرفون عليها مؤتمرا صحفيا بإمكانكم متابعته بعد نشرة الأخبار باللغة الفرنسية إلى ولاية دخلة واذيب، والتي استقبلت قافلة سياحية خصصت للتلاميذ المتفوقين في مدينة أكجوجت. تم تنظيم هذه القافلة التي خصصت لتلاميذ المرحلة الابتدائية من قبل بلدية أكجوجت التابعة لولاية إنشيري. يتوق البراعم الصغار خلال عطلة الصيف للعب وتسلية والسياحة بعد سنة من الجد والمثابرة. كل هذه العوامل مجتمعة وما لها من أهمية في تنمية المواهب عند الصغار، حتى ببلدية أكجوجت إلى جمع شمل عشرات الأطفال في هذه القافلة السياحية التي حطت رحالها منذ أيام في مدينة واذيبو. وقد تم اختيار هذه المجموعة من تلاميذ التعليم الأساسي بمدينة أكجوجت على أساس التميز والعطاء خلال السنة الدراسية المنصرمة. رحلة مهمة مولي للتلاميذ، يعني لا يشوفوا الشيء ما قطوا شافوه في ولايتهم، لا يشوفوه هنا تياه، ولا يجابروا مع التلاميذ الآخرين ورواقيج الكبار ويشوفوا المنشآت اللي ما قطوا شافوه، ترفع من معنوياتهم وتزيد إصرارهم على النجاح وتزيد من اللي من فخمة التفوق، وكذلك هم اللي توجه روح تنافس بين التلاميذ الآخرين اللي لا يقيلوا من أصحابهم. وقد مكنت هذه الرحلة السياحية البراعم الصغار من اكتشاف المعالم السياحية والاقتصادية لمدينة واذيبو التي تعتبر وجهة مفضلة لعشاق الراحة والاستجمام خلال فترة الصيف. رحلة جميلة جداً، أتيت إلى ولاية لم أكن أعرفها، تعرفت إلى كثير إلى البحر. كنت في ولاية إنشيري كانت دافئة جدا، ذهبت إلى ولاية واذيبو هي باردة. في الرحلة هذه زينة وتعرفنا كثير، شفنا واذيبو وشفنا البحر فيه وشفنا كل شيء فيه زين ما شاء الله. وتسعى بلدية أكجوجت من خلال تنظيم هذه القافلة السياحية إلى إعطاء دفع جديد للاهتمام بتكريم وتشجيع من جد واجتهد وتميز بعطائه المعرفي في ظل سنة التعليم. الرحلة عدناها انطلاقا من عن السنة هذه سنة 2015، أعلنها رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز سنة للتعليم، وإحنا نختار نتمشاو مع ذاك التوجه تشجيعا للتعليم وتشجيعا للإبداع وتشجيعا للتنافس. لياك تم التلاميذ تتنافس فعنها تعود تتفوق في الامتحانات وفي التعليم في آخر السنة، يكانها تحظى مثل هذه الرحلات التشجيعية سواء ستتعلق الأمر بتلاميذ أنفسهم أو بهيئة التعطير. وانطلاقا من أهمية هذه الرحلات وإسهاماتها في تعزيز قدرات ومواهب النشي، يجب أن تتوسع دائرة الاهتمام بها لتوفر بذلك فضاء للتلاقي بين الأطفال واكتشاف مقدرات ومعالم مناطقنا الداخلية. وهنا في العاصمة اختتمت بهيئة المركب الأولمبي فعاليات الدورة الرابعة عشرة لبطولة كرة القدم المنظمة من طرف الرابطة الشبابية الرياضية والثقافية للمنحدرين من ولاية قديماقة. وقد شهدت هذه التظاهرة الرياضية مشاركة 31 فريقا يمثلون قرى وبلديات ومقاطعات ولاية قديماقة، واستمرت منافساتها على مدى 5 أشهر. التنافس الإيجابي القوي بين 31 فريقا رياضيا من فرق كرة القدم الناشطة على مستوى قرى وبلديات ولاية قديماقة. وصل قطار التنافس إلى محطته الأخيرة بعد أن تمكن فريق جاكلي بطل النسخة الماضية وفريق تاشوط باراني من حجز مقعدين لهما في نهائي هذه البطولة التي تنظمها كل سنة الرابطة الرياضية والثقافية للشباب المنحدرين من ولاية قديماقة. الحفل الختامي لهذه التظاهرة الرياضية تميز بكلمة لرئيس الرابطة المنظمة السيد إدريسا غانداغا، حدد في مستهلها الأهداف المتوخاة من وراء تنظيم هذا الحدث الموسمي، مشيرا إلى أن البطولة تستقطب بشكل كبير اهتمام ومشاركة أبناء هذه الولاية الشغوفين حسب تعبيره بممارسة وتشجيع كرة القدم والرياضات المختلفة بشكل عام. بعد هذه الكلمة تابع الجمهور العريض الذي قصت به مدرجات الملعب الأولمبي
المباراة الختامية للبطولة التي جمعت فريق جاجلي وتاشوت براني. المباراة شهدت تعادلا عادلا في الأداء والنتيجة قبل أن يحتكم فيها الطرفان إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي أعطت الفوز للبطل السابق للبطولة فريق جاجلي. المراسم الختامية لبطولة شباب ولاية قديماقة شهدت توزيع العديد من الجوائز والشهادات التقديرية على الشخصيات التي تميزت بعطائها خلال الدورة للمنظمين وحكام ولاعبين قبل أن تسلم الكأس القالية لقائد فريق جاجلي البطل وسط فرحة عارمة بين جماهيره ولاعبيه. توليا في هذه النشرة، تواصل منذ ساعات مفاوضات على أعلى مستوى بين سيول وبيونغيانغ بهدف إيجاد حل للأزمة التي أوصلت البلدين إلى شفير نزاع مسلح. بدأ اللقاء في بلدة بانغمونجوم الحدودية بعيد انتهاء مهلة الإنذار الذي وجهته كوريا الشمالية، وهددت الجنوب بحرب شاملة في حال لم توقف الحملات الدعائية عبر البث بمكبرات الصوت على الحدود بين البلدين. جلس إلى طاولة المفاوضات أربعة مسؤولين، بينهم عن الجنوب مستشار شؤون الأمن القومي كيم كوان جيم، وعن الشمال نائب رئيس لجنة الدفاع الوطنية هوانغ بيونغ سو الذي يعتبر الرجل الثاني في هذا النظام. وفي المختصرات الدولية نتابع أخبارا متفرقة تقودنا إلى أخبار المهاجرين لإيطاليا وكل من أفغانستان وفرنسا. اعتقلت السلطات الفرنسية الرجل المسلح الذي أطلق النار على متن قطار شمالي فرنسا وأصاب ثلاثة أشخاص. وأعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازانوف أن السلطات الإسبانية أبلغت الاستخبارات الفرنسية بمعلومات وافية عن هذا الرجل. وأشادت السلطات الفرنسية بالأمريكيين اللذين تمكنا من مواجهة الرجل المسلح واعتقاله، وعبر كل من الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير الداخلية الفرنسي عن الامتنان العميق لهما. ارتفعت حصيلة الهجوم الانتحاري الذي وقع السبت في كابول إلى 10 قتلى وفق ما أعلنت السلطات الصحية الأفغانية، ويأتي الانفجار بعد موجه تفجيرات أسفرت عن سقوط أكثر من 50 قتيلا وإصابة المئات. وكان انفجار عنيف قد هز العاصمة الأفغانية كابول في وقت سابق، وأطلقت السفارة الأمريكية الواقعة على بعد كيلومترات من موقع الانفجار صفارات الإنذار. الوضع المتأزم في أفغانستان دفع بالرئيس الأفغاني أشرف غني إلى تحميل باكستان مسؤولية عدم ضبط مسلحي طالبان، وكانت حركة طالبان قد صعدت من هجماتها التي بدأتها أواخر أبريل الماضي. مسلت الشواطئ لإيطاليا مقصدا لآلاف المهاجرين من أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا. فقد أعلن خفر السواحل الإيطالي أنه نسق عملية إنقاذ حوالي 3000 مهاجر قبالة سواحل ليبيا بعد تلقيه نداءات استغاثة من 18 زورقا تواجه خطر الغرق. وكان أكثر من 104,000 مهاجر قد وصلوا إلى مرافق جنوب إيطاليا منذ بداية السنة بعد إنقاذهم من عرض البحر المتوسط. كما قتل أكثر من 2300 مهاجر غرقا بعد محاولتهم الوصول إلى الشواطئ الأوروبية. وبذلك نصل مشاهدين الكرام إلى نهاية نشرة الأخبار الرئيسية لهذا اليوم من قناة الموريتانية. عود على بدء وتذكير بأبرز ما جاء فيها. اختتام الدورة البرلمانية الاستثنائية الأولى لسنة 2015 بعد إقرار سلسلة مشاريع قوانين تنظم مجالات مختلفة. مجلس الشيوخ يصادق في جلسته قبل الأخيرة على عدد من مشاريع القوانين تتعلق بحماية وترقية حقوق الإنسان. استمرار المفاوضات بين الكوريتين على أعلى مستوى بهدف إيجاد حل للأزمة التي أوصلت البلدين إلى شفير نزاع مسلح. دمتم في أمان الله مشاهدينا، وإلى اللقاء.